بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر 3 مرات ثم قال: لا إله إلا الله 3 مرات، وسبحان الله وبحمده 3 مرات، ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعن أبي سعيد الخدري وذكر مثله وأطول من هذا، وفيه: ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعن سليمان بن سرد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين وهما يتقاولان، وأحدهما قد غضب واشتد غضبه وهو يقول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه الشيطان. فأتاه رجل فقال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: هل ترى بأسا؟ قال: ما زاده على ذلك. وعن أبي تميمة الهديمي عن ردف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر الدابة، فعثرت به دابته فقال: تعس الشيطان. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فإنه يتعاظم إذا قلت ذلك حتى يصير مثل الجبل، ويقول: بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكرها صاحب ترتيب المسند في باب ما جاء في الاستعاذة قبل القراءة وقول الله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة قبل القراءة أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أمر الله عز وجل بها في القرآن، قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والأمر فيه أمر على الندب، أو على أنه يكون واجبا ولو مرة يقولها الإنسان، ولكن حمل العلماء هذا الأمر فيه على الندب، يعني إن كلما قرأت القرآن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الوجوب. ونقل العلماء الإجماع على ذلك، منهم ابن جرير الطبري وغيره، قالوا: أجمعوا على أن الاستعاذة قبل كل قراءة هذه مندوب إليها وليست فريضة واجبة. من الأحاديث اللي جاءت حديث لأبي أمامة الباهلي: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر 3 مرات، يعني بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، ثم يتعوذ ثم يقرأ. الاستعاذة كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. دي في رواية أبي أمامة الباهلي، وروى نفس الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بأطول من هذا، وفيه: ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه من همزه ونفخه ونفسه. يبقى هذا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يجوز أن تقول هذه الصيغة الطويلة في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ويجوز أن تقتصر على ما جاء في القرآن في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى إذا قلت ذلك فقد قلت بما جاء في القرآن، وإذا زدت على ذلك فقد زدت بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل خير. والأفضل أنك تذكر ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه، ففيه ما في القرآن وزيادة عليه. فهنا في الحديث كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم،
أعوذ أي ألجأ إلى الله وأستجير به، هنا أستغيث بالله سبحانه، هنا العياذ بالله الملجأ إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، فكأنك تقول ألجأ إلى الله أتمسك بدينه وبشرعه سبحانه تبارك وتعالى يعيذني من الشيطان الرجيم يجيرني. يبقى هنا الله عز وجل يجيرك يعيذك يعصمك من الشيطان الرجيم. يبقى أنت تقول أعوذ بالله أعتصم أستجير بالله أستغيث بالله أستعين به سبحانه تبارك وتعالى حتى يبعد الشيطان عني. أعوذ بالله السميع العليم. الله لفظ الجلالة هو السميع العليم سبحانه، هنا مناسب أنك تأتي بهذين الاسمين السميع العليم، فالله سبحانه يسمعك ويسمع ما تقول ويعلم حالك ويعلم ما تفعله إن كان له أو لغيره سبحانه تبارك وتعالى، ويعلم كيد الشيطان وما يفعل بك ويعلم ما لا تعلم، فتستعيذ بالله سبحانه تبارك وتعالى الذي يسمعك ويعلم ما تقوله وما تنويه ويعلم ما يفعله الشيطان معك، فتستعين به سبحانه على كيد الشيطان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه من الشيطان الرجيم، الشيطان إبليس وجنوده، الرجيم فعيل بمعنى مفعول أي المرجوم، المرجوم بمعنى المطرود من رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، فأستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الذي طرده الله عز وجل من رحمته، من الشيطان الرجيم. من همزه، همزات الشياطين وسوسات الشياطين، والهمز أيضا قالوا بمعنى الموتى، والموتى كأن الإيتاء، إيتاء الشيطان للإنسان، تلبس الشيطان بالإنسان، الجنون الصرع، فيصرع الإنسان ويجعله مجنون، فهنا يتعوذ المسلم بالله عز وجل من همزات الشياطين من وسوسات الشيطان التي تجعله كالمجنون. يبقى هنا فسروا همز الشيطان الموتى بمعنى الجنون. ونفخه، من همزه ونفخه ونفسه، النفخ ينفخ الإنسان معنا يجعله مستكبرا يتكبر على غيره من الخلق ويرى نفسه أفضل من غيره، فقد يتطاول بعبادته على الخلق، إن هو يظن أنه يعبد الله وغيره ما بيعبدش، يظن أنه هو أفضل من غيره في العبادة فيتباهى ويفتخر بعبادته، أو يتطاول على الخلق بأي شيء من الأشياء التي تجعل الإنسان يفتخر على غيره، فهنا الشيطان يلقي في قلب الإنسان الكبر أن يستكبره، فهذا نفس الشيطان، فيتعوذ المسلم أو نفخ الشيطان، فيتعوذ المسلم من الله بالله عز وجل من نفخ الشيطان. ونفث الشيطان ما ينفسه، وأصل النفس التفل، ونفس الشيطان ما يلقيه في الإنسان من شعر باطل، فهذا من معانيه، ومن معاني النفس السحر، وجاء في القرآن ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات السواحر، تجيب الحبل وتربطه وتعمل عقدة وتنفس فيه وتقول كلام تسحر الإنسان، فهنا كان يتعوذ بالله عز وجل من الشيطان، من وسوسة الشيطان، همز الشيطان، الوساوس والجنون، من نفخ الشيطان ما يلقيه في قلب الإنسان من عجب وافتخار واستكبار، كذلك من نفس الشيطان مما يلقيه في قلبه من أشعار باطلة وكذلك من سحر. مما جاء في الحديث في فضيلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فضيلة هذه الكلمة، يقول سليمان بن صرد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين وهما يتقاولان وأحدهما قد غضب واشتد غضبه، يتقاولان كانوا يستبان، واحد بيشتم الثاني والثاني بيرد عليه، أحد الاثنين رفع صوته واشتد غضبه وازداد هياجه في ذلك، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه الشيطان، لو قال كلمة ذهب عن هذا الإنسان الشيطان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو قال هذا لفظ البخاري لهذا الحديث، قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان لذهب أو ذهب عنه ما يجد، ولفظ الإمام أحمد هنا لم يذكر هذه الكلمة، وقال إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه الشيطان.
فأتاه رجل، وفي رواية أن الذي أتاه معاذ بن جبل رضي الله عنه ذهب إلى الرجل وأمره أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما قال له ذلك فإذا بالرجل يعني كأن الشيطان ملأ قلبه من الغيظ والحنق والغضب، فجعله أحمق لا يفهم ولا يعي. فلما قال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال هل ترى بي بأسا وهل ترى بي بأسا، وفي رواية قال أبي جنون، أبي يعني بيقول أنا شايفني مجنون، تقول لي أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الإنسان أحيانا يأخذ الغضب فلا يفهم الذي يقول، وقد يتلفظ بكلمة الكفر والعياذ بالله وهو في غضبه. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، كلمة ينطق بها يندفع ويتهور ويقول كلمة يقوم يضيع نفسه ويقع في نار جهنم والعياذ بالله. لذلك في الحديث يقول لنا ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب. فتملك نفسك، تملك يدك وتملك لسانك عند الغضب. فإذا غضب الإنسان لعله يبطش يقتل من أمامه ثم يندم العمر كله على ذلك، ولعله يتكلم بالكلمة من الكفر والعياذ بالله يندم عليها بعد ذلك. لذلك أمسك نفسك وأملك نفسك عند الغضب. فهذا الرجل لما قيل له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أخذته العزة بالإثم، أدل آل فيهم ربنا سبحانه. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. جاي لك معاذ بن جبل بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا الرجل لا يقول ذلك. ولذلك قال العلماء منهم الإمام النووي رحمه الله هذا كلام من لم يفقه في دين الله عز وجل ولم يتهذب بأنوار الشريعة المطهرة، ولعله كان من المنافقين أو من جفاة الأعراب. لا يتخيل من إنسان مؤمن جيد الإيمان أن يقال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يتكبر يقول لك فكر مجنون. إنسان يقال له قل اتق الله اتق الله فيقوم يقول أنه لا مش قائل هذه الكلمة مثلا، يبقى على ذلك الإنسان في قلبه الكبر يمنعه كبره من أنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يمنعه كبره من أنه يتقي الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هذه الكلمة العظيمة لابد أن الإنسان إذا حصل له شيء من الغضب يقوم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يتلفظ بشيء يوقعه في النار والعياذ بالله. باب آخر يذكره هنا فيما جاء في البسملة قبل القراءة وفضلها. البسملة يعني قبل قراءة السورة قل بسم الله الرحمن الرحيم، وفي كل القرآن تبسمل قبل قراءة أي سورة في القرآن إلا سورة براءة لأنها نزلت بالسيف، فأولها براءة الله عز وجل من الكفار والأمر بقتل هؤلاء الكفار حيث ثقفتموهم، فلذلك لم تبدأ بالبسملة. بسملة فيها الرحمة وهؤلاء لم يستحقوا ذلك، فعلى ذلك السورة الوحيدة اللي في القرآن لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم سورة براءة، وتبدأ ببراءة من الله، براءة في أولها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. من الأحاديث اللي في الباب حديث لأبي تميمة الهجيمي عن ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم راكب وراء على الدابة، فيقول إنه عثرت به دابته. هذا الرجل كان على الدابة وراء النبي صلى الله عليه وسلم، الدابة تعثرت، راكب جمل، الجمل اتكعبل اتعثر كاد يقع، فالرجل قال تعس الشيطان تعس الشيطان. هنا لما الكلمة يعني هلك الشيطان، هلك الشيطان كأنه بيدعو على الشيطان، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من كلمة يقولها الإنسان يفتكر أنها كلمة كويسة اللي يقوله، حاجة حصلت له أنه الشيطان هو السبب، يقول شيء لعل كلمة تجعل الشيطان يتعاظم يقول لك أنا اللي عملت فيه هذا الشيء، يفرح ويشمت فيك بكلمة أنت تقولها. فهذا لما الدابة كادت تقع به فقال تعس الشيطان تعس الشيطان، شتم الشيطان أو دعا على الشيطان بالهلاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل لا تفعل، ما هو دعوتك مش هتستجاب، انه يهلك الشيطان في الدنيا مش هيكون، لان الله قضى انه هيفضل موجود في الدنيا لغايه ما تقوم القيامه، فالله عز وجل يميت من على الارض جميعها، ولكن الشيطان باقي الى ان تقوم الساعه انظره الله عز وجل،
ناظرة إلى يوم القيامة حتى يكون في نار جهنم. يبقى هلاكوا في النار، أما في الدنيا أنك هتدعى عليها رب خذه، مش هياخده الله عز وجل إلا في أجله الذي حدده الله عز وجل له. يبقى الكلمة ملهاش لزوم أصلا. أمال يقول إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، يعني لا تقل تعس الشيطان، فإنه يتعاظم لما هتقول تعس الشيطان أو هلك الشيطان، فإنه يتعاظم إذا قلت ذلك حتى يصير مثل الجبل. يقوم الشيطان في نفسه يقول بقوتي صرعته، أنا اللي صرعته. وإذا قلت بسم الله، يبقى هنا لما تيجي أنت ماشي تكعبلت، بسم الله بسم الله، تقول الكلمة العظيمة، هذه الكلمة تجعل الشيطان يتصاغر ويرى نفسه حقيرة ويصغر لما يكون قد الدبانة، مثل الذباب، يصير مثل الذباب. يبقى هنا كلمة تجعل الشيطان يتعاظم لما أنت فاكر نفسك بتدعو عليه أنه تعس الشيطان، فقال يتعاظم الشيطان يقول أنا اللي عملت في هذا الشيء. ولكن إذا قلت بسم الله فإنه يتصاغر في نفسه حتى يكون مثل الذباب. من الأحاديث اللي في الباب حديث لأم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فذكرت هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آية آية، ما كانش بيقرأ الفتحة في نفس واحد كلها، ولكنه كان يقف عند رؤوس الآية فكان يقطعها آية آية بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا أثبتت أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا حجة لجماهير العلماء أن البسملة آية من فاتحة الكتاب. جاء في حديث آخر لأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فاتحة الكتاب قال وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، إحدى آياتها، البسملة من فاتحة الكتاب. فكان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. طيب هل كان يجهر بها؟ هنا ذكرت السورة كلها أو ذكرت آيات من هذه السورة فكأنه يقرأ الجميع هذه مثل هذه. ولكن جاء في حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر أنه كان يقرأها، وذكر أنه لم يسمعه يقرأها صلى الله عليه وسلم، أو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه أنس لا يذكر، قال للسائل لقد سألتني عن شيء لا أذكره. فمر ذكر أنه كان يقرأها، ومر ذكر أنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عليا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم. وجمع العلماء بين ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة، ولعله جهر بها أحيانا ليعلمهم أنه كان يقرأها صلوات الله وسلامه عليه، لكن أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم كان يسر بها ولا يجهر بها، يعني يبدأ الفاتحة بالحمد لله رب العالمين. ومش معناه أنه يبدأ بالحمد لله أنه لا يقرأ بسم الله، لا، كان يقرأه ولكن سرا. يبقى هنا جمع الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم ثم يرفع صوته الحمد لله رب العالمين إلى آخر الفاتحة، وكان يقطع الفاتحة آية آية ما بيقرهاش كلها مرة واحدة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.